عم زيد، هل ما سمعناه حق؟ وماذا سمعتم؟ أن قريشا تستعد لحربنا. نعم حق، ولكن من أخبركم؟ لقد كنا خارج المدينة أنا وعمر نلعب ونستبق، وعندما عدنا وجدنا الرجال يقومون بحراسة مداخل المدينة حاملين أسلحتهم، وقد أخبرونا بالأمر. نعم، فمنذ تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عمي العباس باستعداد قريش لحربنا، ونحن في حالة استعداد تام. وهل تعتقد أن قريشا ستغزو المدينة أم ستحاربنا خارجها؟ هذا هو ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بنا. وماذا دار في الاجتماع؟ بعد أن انتهينا من الصلاة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا وخيرنا فيما بين الخروج لملاقاة قريش وقتالهم وبين البقاء في المدينة. وهنا قال ابن سلول: إني أرى ضرورة البقاء في المدينة يا سادة، فإن دخلها جنود قريش قاتلناهم على المداخل ومن فوق البيوت. وهنا وقف أبوك يا عمرو وقال: ما هذا الذي تقوله يا ابن سلول؟ هل تريدنا أن ننتظرهم حتى يأتوا إلينا ويقاتلون في ديارنا؟ لا، بل سنخرج إليهم ونقاتلهم خارجها. يا رسول الله، إنني لم يكن لي شرف القتال في بدر، ولذا أرغب في الخروج لهؤلاء الأعداء. فوقف حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أقاتلهم بسيفي هذا خارج المدينة. وعندئذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ودخل بيته. دخل بيته؟ لماذا؟ كان هذا السؤال يحير الحاضرين، ومنهم من شعر بأنه ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يرد، وأخذ البعض يلوم نفسه حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وماذا حدث؟ عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتدي درعه وسلاحه وسط دهشة الرجال، فقال مسعود: يا رسول الله، لقد ألححنا عليك في الأمر، فإن أحببت أن تبقى في المدينة بقينا معك، فأنت القائد، فافعل ما تراه صوابا. وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنبي إذا لبس درعة أن يضعها حتى يقاتل ويحكم الله بينه وبين عدوه. الله أكبر، الله أكبر. ما الأمر يا هند؟ لا عليك، إنها قصة أخرى. هل فكرت فيما قلته لك؟ لا، لن تخرجنا معنا، هذا محال. إذا فكرت قليلا فيما أقوله ستجدني على حق. ولكن إننا قادرة على بث الحماسة والحمية في قلوبكم معشر الرجال وتحريضكم على القتال حتى النصر. هل تحدثت في هذا الأمر مع غيرك من النساء؟ نعم، وهن جميعا مستعدات، ولا ينقصنا سوى موافقتك يا زعيم قريش. إذن فاستعدي أنت ومن معك من النساء للخروج معنا في الحرب. نحن مستعدات منذ هزيمتنا في بدر، واللات لأثأرن لقتل أهلي وأشفين غليلي من المسلمين. أما زلت حزينا يا عمرو؟ نعم، فقد تمنيت أن أخرج مع رسول الله. يا عمرو، إن رسول الله أبعد كل من هو صغير في السن، فقد قام بإبعاد عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد لصغر سنهما مثلما فعل معنا. أعلم ذلك، ولكني أردت أن أصاحبه وأن أعرف كل ما سيحدث من بطولات قد نتعلم منها الكثير. اطمئن، فسوف تعرف كل هذا، فوالدك وعم زيد وعم مسعود خرجوا مع رسول الله وسيروون لنا كل شيء. فهيا معي لنصلي وندعو الله أن ينصر رسول الله وأصحابه. هيا. الله أكبر. الله، ها قد أوشكنا على بلوغ منطقة الشيخان. نعم، سنستريع فيها قليلا قبل أن نكمل مسيرتنا إلى جبل أحد. يا رب ثبتنا عند الشدائد.
توقفوا، فسوف نعسكر ها هنا. ولماذا اخترت هذا المكان؟ لأنه يقع بالقرب من شمال المدينة يا عكرمة. توقفوا، ما بالك تقف هكذا يا خالد؟ لا شيء يا أبا سفيان. هل أنت خائف من خوض تلك الحرب؟ خالد بن الوليد لا يخشى شيئا. لا تغضب هكذا يا رجل، فجميعنا يعرف شجاعتك وإقدامك. ما الذي جاء بهذا العبد معنا؟ فالحرب للأحرار وليست للعبيد. أتقصد وحشيا؟ إن سيده جبير بن مطعم قد أرسله معنا في مهمة محددة، ووعده إن قام بها فسيجعله حرا، كما وعدته زوجتي هند بهدية ثمينة. وما تلك المهمة؟ ستعرف عندما ينفذها. والآن هيا لنستريح من عناء الطريق. هل نفذت ما أمرتك به؟ نعم يا سيدي، لقد ذهبت إلى ابن سلول لأتابعه في تنفيذ خطتك. ابن سلول من أتباع المقربين، وما أرسلتك إليه إلا لتدريبك على المهارات الشيطانية، فأتباع المقربون لا يتراجعون عن تنفيذ أوامري أبداً. إنني لا أفهم شيئاً. أخفض صوتك يا غبي، سوف تكشفنا هكذا. ما زلت لا أفهم شيئاً. إنها المرة الثالثة التي أشرح لك فيها خطتي. عندما نصبح على مقربة من معسكر جيش قريش ننسحب مع أتباعنا من الرجال، وعندما يرى المسلمون انسحابنا سوف تهبط عزيمتهم وربما ينسحبون معنا. هل فهمت الآن؟ ولماذا أتينا مع جيش المسلمين إذا كنا قررنا عدم الدخول في الحرب؟ اللعنة عليك أيها الرجل، اللعنة عليك. لا أعلم لماذا صمم سادة اليهود على دخولك معي في هذا الأمر. هيا أغرب عن وجهي، هيا أغرب. سأذهب.